يواجه العالم اليوم ارتفاعاً في معدلات التلوث واستهلاكاً كبيراً للطاقة، الأمر الذي يتسبب بأضرار صحية واختلالات في النظم البيئية، مما أدى إلى زيادة المطالبات ببناء مدن ذكية وأبنية صديقة للبيئة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لكن ماذا عن منازلنا التي لم يتم تصميمها لتكون صديقة للبيئة؟ هل نستطيع أن نحولها لمنازل تلبي احتياجات الاستدامة بأدوات ولو بسيطة؟ عما نستغني؟ كيف يمكن إدارة الموارد؟ هذا ما سنناقشه مع خبيرة البيئة والصحة السيدة سهام مؤمنة. أهلا وسهلا فيك ست سهام. أهلا فيك، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يمكن حكينا سريعا أنه الآن أصبحت نظرة الناس لفكرة البيئة يعني فيها نوع من الجدية أكبر، بسبب يمكن أصبحنا الآن ندرك علاقتنا وتأثيرنا المباشر على هذه البيئة. فبرأيك من أين يبدأ الإنسان؟ من بيته تحديدا؟ يعني هلا عشان نقول انه بيتنا صديق للبيئة او رفيق بالبيئة، هذا البيت لازم يتمتع بمواصفات بتعتمد على شغلتين. الاولى هي بنيته او كيف تصمم بحيث انه يكون في مواصفات عزل ممتازة تزيد من كفاءة استهلاك الطاقة، وانه يكون بنفس الوقت معتمد على مصدر طاقة نظيف زي الطاقة الشمسية. لكن للأسف هذا الوضع الحالي ومعظم منازلنا مش مبنية ولا مصممة ولا بتعتمد على أنظمة طاقة نظيفة. المحور الثاني اللي بيكون هو دورنا إحنا، دور الناس اللي ساكنين في البيت، طريقة تفكيرهم، سلوكياتهم، ممارساتهم اللي ممكن تخلي من بيوتنا بيوت رفيقة بالبيئة. طيب إذا حكينا أنه هذا الجزء اللي إحنا مش دائما نقدر يعني نختاره ونتحكم فيه، فبالتالي ويمكن كمان الأمور الاقتصادية بتلعب دور كتير كبير، إن كان من ناحية الطاقة النظيفة يعني حتى على مستوى شركات ليس فقط على مستوى بيوت، يعني إحنا نحكي حتى عن مباني بشكل عام لمختلف الغايات. ففكرة أنه نبلش من منزلنا، يعني أي شخص إيش ممكن يخطر عباله شيء ممكن أنه يكون فيه صديق للبيئة، خاصة أنه موضوع التدوير أحياناً، موضوع بعض الأفكار من هنا وهنا كانت ترتبط بالفن والرفاهية وبعض الأمور. فشو النظرة الجديدة لهاي الفكرة؟ هلأ يعني في ثلاث محاور ممكن نحكي عنهم عشان الناس تشتغل عليهم لتخلي بيوتها رفيقة في البيئة أكثر. المحاور هاي نذكرها سريعاً بعدين نرجع بنحكي عنها. أولاً إنه نعيش نمط حياة مستدام، وثانياً إنه ندير زي ما تفضلتي عملية إدارة النفايات في البيت، النفايات المنزلية، وثالثاً هي الزراعة المنزلية. هدول الثلاث محاور الأساسية اللي تتمحور حواليهم الأفكار اللي ممكن تخلي بيوتنا صديقة بالبيئة. كيف ممكن إن أو شو يعني إنه نعيش نمط حياة مستدام؟ نمط حياة مستدام يعني إني أوفر باستهلاك الطاقة، وأوفر وأرشد في استهلاك المي. طريقة تفكيري وطريقة ممارساتي كلها تتمحور حول الحفاظ على الموارد وإني أضمن استمراريتها. ولما بنقول موارد بنحكي عن موارد، عن كل شيء، عم نحكي عن الغذاء. يعني لما أروح أتسوق غذاء أتسوق الأشياء اللي بتلزمني فقط، خصوصا الأشياء القابلة للتلف. يعني عندنا إحصائيات بتقول إنه ثلث الأغذية عم بتصفي وعم بتروح الحاويات، ثلث كميات الأغذية. فبالتالي هذا من البيوت ولا من المحلات؟ من البيوت ومن المطاعم ومن الفنادق. ففي هدر كبير في الغذاء. نفس الشيء طريقة تفكيري، مثلا لما بدي أشتري ملابس، مش لأنه مثلا في الوايت والبلاك فرايدي إنه معناته نزلت أسعار الملابس، معناته إنه أروح أشتري كميات كبيرة بتلزمني أو ما بتلزمني. لما بفكر في الملابس لازم أفكر في إنه مهما كان سعر هالقطعة قليل، لكن إلها ثمن بيئي باهظ جداً، لأنه قطاع صناعة الملابس مستهلك عالي للمياه، سوى بضغط على الموارد المائية وملوث للبيئة. فنخلي نمط تفكيرنا، نمط حياتنا بتمحور حوالين كيف نحمي هالموارد. يعني
احنا كبرنا شوي الدائره اللي اصبحنا نفكر فيها في موضوع الحياه المستدامه، واذا كانك بتطلبي من الناس تغيير النمط السلوكي والاستهلاكي بشكل او باخر، هذا معناته احنا بحاجه لتغيير ثقافه معينه، ان كان من ناحيه العزايم برمضان والعزايم والمناسبات اللي بنعملها. يمكن الكورونا شوي ربت الناس بشكل او باخر، وحددت فكره انه طريقه تعاملنا مع الموارد اللي احنا موجوده فيها، بس كانت دافع اقتصادي. لما احنا بدنا نفهم انه هاي الدائره عم تكبر وصار الموضوع لها دخل بالصناعه زي ما قلتي، يعني كيف ممكن يخطر في بالنا انه الملابس لها علاقه بالمياه او بالطاقه؟ هاي المعلومات لماذا برايك ستؤثر بالناس او تخلي عندهم دافع هو للتغيير؟ يعني اشياء هذه زي ما تفضلتي شيء مش معروف، بس هلا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كثير في زياده التوعيه، لانه بطل التوعيه محصوره في مؤسسه معينه بتعمل على التوعيه، صار في نشطاء بيئيين بيعملوا على التوعيه، فصارت المعلومه هلا متوفره للناس، صار في ناس عندها رغبه وعندها اراده، حتى لو كانت من خارج قطاع البيئه او شغلها بتمحور حوالين البيئه، في عندها وعي عالي ونوع من الثقافة زي ما تفضلتي إنه إحنا بحاجة، وهي مسؤوليتنا جميعا إنه نشتغل على كيف إنه نحافظ على مواردنا ونديرها، مش مجرد وهي مش رفاهية، صارت شيء ضروري ومسؤولية. طب الناس بحاجة لأفكار، يعني عادة السلوك الاستهلاكي كان سهل لأنه عم بيعطي الناس سهولة وسرعة في التعامل مع الأشياء، فبالتالي أي خيار آخر برأيك؟ إلى أي مدى الناس بحاجة لأفكار؟ شو الأفكار اللي ممكن نقدم لهم إياها عشان يطبقوها؟ هلأ في نيجي للشق الثاني اللي قلنا عنه بعد النمط الحياة المستدام، اللي هو مثلا في عنا أفكار تتمحور حول طريقة إدارة النفايات في المنزل. لما بدي أفكر في إدارة النفايات في المنزل أنا كربة أسرة أو الأسرة كاملة بكل أعضائها، لازم أرتكز على ثلاث مبادئ. أولاً مبدأ التقليل ريديوس، مبدأ إعادة الاستخدام ريوز، والمبدأ الثالث اللي هو ريسايكل أو إعادة التدوير. في مبدأ الريوس إني الريديوس إحنا لازم زي ما قلنا نعيش نمط حياة مش استهلاكي، نحاول نقلل من استهلاكنا، فبالتالي إحنا عم ننتج نفايات أقل. أنا بعرف مثلاً إنه السنجل يوز البلاستيك الأحادية الاستخدام مضرة في البيئة، فبقلل استخدامي إلها قدر الإمكان، ما بدخلها بيتي قدر الإمكان، ما بستعملها. الأكياس البلاستيك بتتراكم في البيئة، نفس الشيء بحاول التقليل من استخدامها. لما بدي أطبق مبدأ إعادة الاستخدام، أي شيء أو أي نفاية بتنتج عندي في البيت قبل ما أفكر أحطها في حاوية النفايات أفكر كيف ممكن أعيد استخدامها. يعني مثلا طلع عندي عبوة بلاستيكية حجمها مناسب للزراعة، بثقبها وبزرع فيها. عبوة معدنية نفس الشيء، عبوة زجاجية كثير بتطلع لنا في البيوت، عبوات زجاجية المشتري فيها المواد الغذائية، هذه مثلا ممكن نستخدمها لتخزين الحبوب، لتخزين البهارات، نعطيها لأولادنا يرسموا عليها وبطلع لنا يعني، أو يستخدموها في مشاريع فنية أو أنشطة للمدرسة. فهي أفكار لإعادة الاستخدام. لما نيجي نحكي عن إعادة التدوير، هون بدنا نحكي عن عملية الفرز بالمنازل، بنسميها الفرز من المصدر. وهذا إشي مش بالضرورة إنه يكون فانسي ولا إنه مكلف، يعني بأقل التكاليف ممكن إنه نعمل وحدات فرز عندنا في البيت باستخدام عبوات إحنا عندنا إياها أصلاً، أو إنه ممكن نستعين مثلاً نجيب كراتين من السوبر ماركتات القريبة منا ونستخدمها لإعادة الفرز. لما بدنا نفرز، بدنا نفرز النفايات الطالعة من البيت على سبع فئات. الأولى هي الورق والكرتون، وهم نراعي إنه الورق والكرتون يكونوا نضاف، يعني ما اختلطوا بزيوت أو مواد عضوية تلوثها، لأنها في هاي الحالة بتبطل قابلة لإعادة التدوير. الشيء الثاني طبعاً البلاستيك بأنواعه خفيف وثقيل، الزجاج، المعادن، علب التان اللي بتستخدم في المعلبات والمشروبات الغازية، وهي الأشياء هاي كلها قابلة لإعادة التدوير. في عنا ممكن نحكي عن تدوير النفايات الإلكترونية اللي مش ماخذة كتير حقها في التوعية، كل هاي الأجهزة الكهربائية اللي بتخرب عنا بالمنازل، التليفونات، الشاشات، البطاريات وأجهزة الكمبيوتر، هذه كلها قابلة للجمع وإعادة التدوير، وفي مراكز
بتستقبلها. ممكن كمان نحكي عن إعادة تدوير المواد الغذائية أو المواد العضوية، بنفرز المواد العضوية لحالها بحيث ما تلوث بقية المخلفات. في هلا مبادرات بتقوم على جمع المواد العضوية اللي طالعة من المنازل وتحويلها إلى سماد عضوي. عندنا بالقرى طبعا هم كتير أشطر منا في القضاء في هاي القضايا وفي حساسيتهم تجاه البيئة، فبتلاقي هي عادة المدن يمكن هي الأكثر إفرازا لهذا النوع من الفائض في الأشياء. لكن أيضا اللي دخل علينا فكرة أنه يعني تغيير أحيانا الأجهزة الكهربائية في مواصفات جديدة إن كان من ناحية التوفير أو غيرها، شو أهم المواصفات اللي ممكن تكون موجودة في الأجهزة الكهربائية حتى قبل استخدامها أو شرائها؟ يعني بنلاحظ على الأجهزة الكهربائية إنها مصنفة لـ A بلس و A بلس بلس و A 3 بلس، اللي هي هذه بتكون أكثر شيء موفرة للطاقة أو بتستهلك طاقة أقل. بس في الواقع إحنا يعني معظم استهلاكنا في الطاقة داخل المنازل هي في عمليات التدفئة والتبريد، تدفئة بالشتاء وتبريد بالصيف. بس ضروري طبعا كمان نستخدم اللمبات الموفرة في الطاقة LED، ونحرص على إنه لما نشتري الجهاز نتأكد إنه بمواصفات فيه مواصفات منيحة لاستهلاك الطاقة، ما بيستهلك الطاقة بشكل كبير. نعم، عندما نتحدث يمكن في فكرة وأنت عم ست سهام عم توصفي يمكن موضوع الطاقة وكيف إحنا بنتعامل مع توفير الطاقة، وحتى من ناحية الملابس وكيف البلاك فرايدي والوايت فرايدي أو غيرها، فكرة إنه يمكن حتى أجدادنا من زمان لما كانوا يستخدموا أو يشتروا الأشياء حتى لو كانت غالية ولكن كانت تظل معهم سنوات كبيرة، فكرة إنه الاختيار أحيانا لما دخلت علينا الأشياء شوي رخيصة وتعددت هون بلشنا سلوكنا يصير أكثر استهلاكي واستهلاكي. فبالتالي هل ما ندفعه أو ما نقدمه أحيانا في نوع من الاستثمار، نأخذ بعين الاعتبار فكرة البيئة بهذا الموضوع؟ بكل تأكيد. يعني هلا احنا يعني زي ما قلت في البداية انه احنا بنستهون انه قطعة هالملابس ثمنها قليل، فانه انا بشتريها مش مهم استعملتها او ما استعملتها، لكن في الواقع هي عندها ثمن بيئي باهظ جدا. زمان كانوا نعم يستغلوا ويستثمروا الأشياء وحتى يعيدوا استخدامها، يعني هلا الأقمشة لأنه كان حقها فيها، كانت نوعيتها أفضل، فكلها تغير هلا بكل تأكيد، جودتها أعلى وقيمتها أعلى، فبالتالي كان الإنسان يحس بقيمتها، مش بسهولة يفرط فيها، مش بسهولة برميها، مش بسهولة بسيء استخدامها، فكان تمر على مراحل من إعادة الاستخدام لنقول إنه هاي خلص طلعت من فبالتالي احنا فكرتنا او سلوكنا تغير بسبب رداءه الاشياء من حولنا، او هلا مثلا خلينا نحكي المنتجات الرخيصه عززت عندنا فكره انه ممكن نجيب غيره او استخدامه لم يعد بالجوده المناسبه. لها دور، لكن كمان له دور كبير اللي هو نمط حياتنا، نمط حياتنا السريع. شوفي باخر 20 سنه قديش صار نمط حياتنا سريع، بطلنا يعني نعتمد كثير على الاشياء اللي بنعملها في المنزل، صرنا نعتمد اكثر على اللي نمط حياتنا هذا السريع اللي بيستهلكنا عم بجعلنا مستهلكين أسوأ للاسف. يمكن عشان نضمن انه كمان الناس بتاخذ بهذه النصائح بنسهل عليهم الموضوع، يعني حتى بفكره انه سبع حاويات، يعني لما يكون كل المدينه او كل قد ايه بيساهم انه فعلا هاي حركات التوعيه والمبادرات تكون اشمل واوسع، بيساهم بشكل كبير انه نخفف من كميات النفايات اللي عم توصل للمكبات. وهلا في مبادرات كثير عم بتشتغل على انها تستفيد من هاي النفايات وتاخذها، وممكن بعض المبادرات انه يجي عندك للبيت لياخذها، وبعض المبادرات عندها مواقع ثابته انه بتقدر توصلها. هلا يعني مش بالضروره انه نفرزهم على سبع حاويات في البيت، اللي هو رح ياخذ مساحه، ممكن نفرزهم على ثلاثه مثلا، ولما ناخذهم لمركز اعاده الفرز برجع بوزعهم على فئاتهم، لانهم هم بيكونوا محددين فئات، هون حط البلاستيك، هون المعدن، هون القماش.
يعني اكيد انا بكون ادرى ايش نوع استهلاكي يمكن اكثر المواد اللي بستهلكها اكثر من مواد اخرى. موضوع الزراعه اللي حكيتي فيه ايضا موضوع مهم جدا خاصه في بالاردن، ان كان من نواحي بيئيه مباشره، من نواحي جماليه احنا بحاجه لها، ومن نواحي ايضا اكتفاء ذاتي احيانا بشكل او باخر، ما بعرف الى اي مستوى، بس هي ثقافه مجتمعيه بالنهايه، هي ثقافه كثير حلوه وثقافه ضروري انه نعتنقها لانها بطلت رفاهية. نرجع منقول هذا الشيء صار ضروري قديش وقد ما كان، يعني في ناس عندهم حدائق صغيرة بإمكانهم يزرعوا فيها، لكن حتى في المساحات الصغيرة في البلكين بإمكاننا نزرع لو أشياء بسيطة، لو الأعشاب العطرية اللي بنستخدمها. قد مهم هذا الموضوع؟ جدا جدا مهم. أولا أنا لما بزرع في البيت بضمن أني عم بحصل على منتج عضوي. الناس اللي بتقدر مثلا تزرع الأسطح وتنتج بعض خضارها لو مش تكتفي ذاتيا بتحصل على منتج عضوي. ثاني شيء زي ما تفضلتي هذا منظر جمالي، يعني تخيلي لو مدننا لما تتصور من الجو الأسطح عندنا خضرة مزروعة غير ما انها تكون سخانات وخزانات ودشات، ففي بتمنح المدينة منظر جمالي. أهميتها البيئية عالية من ناحية انه زي ما بنعرف النباتات بتخفف من التلوث في محيطها، هي بتستهلك ثاني أكسيد الكربون وبتنتج أكسجين، فبالتالي هي خففنا من التلوث. النباتات كمان بتساهم في تخفيض درجة الحرارة بالصيف، خصوصا هلأ مع إحنا كل مالنا عم نعاني زيادة من ظاهرة التغير المناخي، ومدننا في الشرق الأوسط عم بتعاني أكثر من غيرها من الدول في ارتفاع درجات الحرارة. صحيح. فاللي منزرعه عماله بيساهم على الأقل في محيطنا الصغير، عم نساهم من تخفيف التلوث وتنزيل درجات الحرارة، تعطينا طاقة إيجابية عالية. كل حدا بزرع فكر إبداعي وجمالي وسياحي واقتصادي، كتير كتير إلها مردود نفسي عالي، وكمان صحيح. هي نشاط بدني، يعني ممكن نفكر في الزراعة بدل ما أروح على الجيم وأطلع أمشي ساعة، عندي نص ساعة أو ساعة شغل بالحديقة كمان نشاط بدني، نشاط عائلي ممكن يساهموا فيه. صحيح. كل أفراد العائلة. وهون بحب أحكي أنه قديش مهم أنه نخلي أولادنا جزء من كل هاي العمليات اللي حكينا عنها، يفهموا أهمية ترشيد الموارد واستهلاكها، يفهموا أهمية الفرز ويكونوا جزء منه، يساهموا في الزراعة المنزلية. هذا الشيء كمان بيبعدهم عن الأجهزة الإلكترونية وانغماسهم فيها. فنتمنى فعليا أنه يكون هذا يعني الموضوع يؤخذ بجدية الكافية. شكرا لك ست سهام مؤمنة خبيرة البيئة والصحة. أهلا وسهلا فيك. الصباح الخير. صباح الخير.